الله عز وجل بكتاب من ربه تبارك وتعالى، ولكن هذه الرسالة نسخها الله عز وجل بدين الإسلام، رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده ربنا قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أي غير ما اعتنق الإسلام ده ربنا ما يقبل منه دين، ما بيقبل منه ديانة، ولا يهودي ولا أخونا نصراني، لا 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 ما بيجوز لك. وإذا أنت شاركتهم في هذا العيد انت كده واليتهم، واليتهم، لانه ده من الموالاه مشاركتهم في اعيادهم. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا، خطاب للمؤمنين. انت ما مؤمن؟ ما خاش في الخطاب ده؟ انت مؤمن تسمع لكلام الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض. ومن موالاتهم مشاركتهم في اعيادهم، ده دليل لما تيجي تشارك انت كده واليت هؤلاء النصارى، واليتهم. وانت ما تفهم، انت جاي عشان ترفع عن نفسك، او جاي تقول درس سنه او عيد الاستقلال او غيره من المسميات، ولكن هذا فيه تشبه بهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. قد تكون ما قاصد، قد تكون فعلا ما قاصد، وما بتعتقد العقيده انه ينسب لله الولد، جاي تحتفل مسكين، لكن انت وقعت في التشبه، ولذلك ما يجوز لك ابدا، ما يجوز لك انك تشارك. ولذلك قال العلماء ان تهنئتهم بعيدهم، قالوا هذا اشد من شرب الخمر، واشد من قتل النفس، واشد من الزنا. لو هنيته ساي مش شاركته، هنيته قلت له مبروك، لانه انت لما تهنئوا بعيده عيد النصارى ده، انت معناها تقول لهم مبروك عقيدتكم انه ربنا سبحانه وتعالى عنده ولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. عرفت الكلام ده؟ دي العقيده. لما تهنئوا وتشاركوا وتيجي تحتفل وتنطط وتلعب بالنيران وتفك في الطلق، انت كده شاركته ده ذاته، وده دارين اليهود والنصارى، ده دارين اليهود والنصارى، لانه ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده. ربنا قال: لن ترضى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. شوف كلام ربنا سبحانه وتعالى. وده الحاصل الليله، شابهنا اليهود والنصارى في عقائدهم وفي سلوكهم وفي معاملاتهم، كله من العقيدة، من العقيدة. رب النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. اليهود والنصارى اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، عرفتها؟ الليلة تجد المسلمين شابهوا النصارى واليهود في هذه العقيدة، تجد المساجد، تجد القبور تبنى عليها القباب وتبنى عليها الأضرحة وتعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ويصرف إليها الدعاء، ويلجؤون إليها بالشدائد، ويطلبون منها النفع ودفع الضر، ويطلبون منها الذرية عند المسلمين، عند أصحاب الطرق الصوفية وغيرهم. ده تشابه لليهود والنصارى، يمشوا للميت صاحب القبر يطلبوا منه الولد ويطلبوا منه النفع، وينادوا الميتين المقبورين الجيف الذين أصبحوا عظام لا تنفع ولا تضر ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. كثير من المسلمين الليله الجهله من اصحاب الطرق الصوفيه شابهوا النصارى في هذه العقيده، وشابهوا اليهود في هذه العقيده، انهم اتخذوا القبور مساجد، عرفتها؟ ده من مشابهتهم. ومن مشابهتهم كذلك هذه الاعياد، اعياد المشركين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر صفات عباد الرحمن مدحهم بانهم لا يشهدون اعياد المشركين. انت لو دار تكون من الذين اثنى عليهم الله عز وجل في كتابه، ربنا قال: والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. قال ابن عباس فيما روى ابن كثير، قال: والزور هي اعياد المشركين، اعياد المشركين ده زور، ده زور، والله الذي لا اله غيره. نحن دايرين نوري الناس، ما جايين هنا ما عندنا شغله، ولا نازل ما عندهم موضوع، ولا جيتونا من وين؟ باندقون ده اللي عاملين لنا برنامج بجاي. لا احنا ما جايين نحتفل معك، جايين نبصرك وداري لك الخير، تطبيقا لقول الله تبارك وتعالى: واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. احنا جايين هنا من باب المعذره لله سبحانه وتعالى، وانا نبرأ الى الله مما يدعيه النصارى ومما يقوله النصارى في عيسى عليه السلام، ونبرأ الى الله مما قد شابه النصارى من المسلمين اليوم في هذه العقائد، ونبرأ إلى الله من هذا العيد،
ومن هذا الاحتفال، وإننا لنا عيدين نعتز بهما في دين الإسلام لا ثالث لهما، هما عيد الفطر والأضحى. أستشفت لك نصراني مشى الزريبة يوم الضحية جاب له خروف ضبحه قال لك أنا دار شاركك ما في. شفت لك نصراني جاب الخبيز وزعه يوم عيد الفطر قال لك أنا دار شاركك ما في. عرفت الكلام ده؟ في ناس بيقول لك طيب يا مولانا الناس اللي ما بيجوا بيهنونا في عيدنا عيد الفطر وعيد الأضحى بيهنونا ما في مشكلة، يخليه يهنينا أعيادنا لأنها أعياد حق وجاءت بها الشريعة، لكن نحن ما يجوز لنا نهنيهم في عيدهم لأن أعيادهم تنبني على عقائد فاسدة وأعياد باطلة أعياد مشركين ما بيجوز لك تحتفل. ولذلك نحن نوري الناس الشباب المسلمين داري لهم الخير، أمشي يا زول أمشي بيتك شوف بطانيتك والدمدم وقوم صلي الصبح حاضر ربنا يرزقك، بعدين دي آخر سنة مفروض تحاسب نفسك تقعد مع نفسك تشوف الحاصل شنو عملت شنو فيها. عرفت؟ مش تجي تحتفل تختيمها أنت بمعاصي وتختيمها بكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن جايين نوري الناس بهذا الأمر العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع به الجميع. وأقدم المتحدث من بعدي.